صباح الخير متابعي اليوم السابع هنا في مدينة طنطا. أم محمد أشهر سماكة في طنطا. أم محمد شهيرة بسمكة. أم محمد ست بمليون راجل. أم محمد تحية وتقدير ليها ولمجهودها لابنها. أم محمد هتحكي لنا القصة كلها وإيه اللي خلاها تشتغل في السمك. أنا عايز أقول لحضراتكم هي بتقف هنا الساعة 10 الصبح، ده التروسيكل بتاعها أو أكل عيشها بمعنى أصح، عشان تصرف على ابنها وعلى بيتها وأسرتها. إزيك أم محمد؟ الله يخليك، إزي حضرتك؟ عاملة إيه؟ قربي بقى منك المايك ونتكلم مع بعض بقى. لا تحت أمرك. إحكي لي قصتك بقى، أنت اسمك أم محمد؟ أم محمد منال، الناس عارفة منال. لان من وانا صغيره وانا شغاله في السمك فكانوا بيقولوا دايما يقولوا ام محمد، يقولي لا انت صغيره ما ينفعش نقول لك ام محمد، فطلعت منال بقى على طول. فدلوقتي كبرنا شويه بقى يقول لي ام محمد دلوقتي. انت بقى لحضرتك وايه موضوع سمكه؟ سمكه هي ببيع سمك فهم الشهره. حتى ابني لما كان في المعهد هنا انت بقى لحضرتك كان المدرسين والطلبه بينادوا يا سمكه يا محمد يا سمكه. طيب احكي لي بقى قصتك في البدايه، التروسيكل ده اتعلمت عليه ازاي؟ والله التروسيكل ده انا لسه جايبه التروسيكل ده بقالي 3 شهور. تمام 3 شهور لان يعني بتوع الحي مش عايزين حد يفرش في الشارع. تمام خدت بالك وحقهم، خدت بال حضرتك؟ فطب انا اعمل ايه؟ اروح فين؟ هنا الايجارات عاليه، فقلت لازم اشغل دماغي فجبت التروسيكل ده وعملته انا بالطريقه ديت. انا اللي مصممه كده. انت اللي مصممه كده؟ انا اللي مصممه كده علشان منه تندة ومنه دكان. جميل كده يعني. وتعلمت السواقه الحمد لله، واول مره اتقلبت بيه خدت بالك. وتعلمت السواقه دلوقتي الحمد لله بسوق كويس وبجيب شغل وراهم. معذره نحكي القصه بفضفضه، يعني اعتبرني زي ابنك. الله يخليك. انت ابنك كفيف صح كده؟ الحمد لله. ليكي اولاد تانيه؟ ليا بنتين، ليا عند معايا دعاء ومعايا حبيبه دعاء متجوزه ومع احمد ومحمود، وحبيبه لسه صغننه بقى في ثانيه ثانوي. ده الابن الوحيد اللي هو الولد اللي عندي الوحيد والحمد لله. احكي لي بقى قصته، هو كفيف وانت هو هنا في سنه اولى ابتدائي بتقولي لي عند الهوا؟ احنا جينا هنا وكنا ساكنين في منطقه بعيده، ما كنتش اقدر اركب تاكسي بمبلغ رايح جاي، فلازم كنت اشغل دماغي ان انا افضل قاعده معاه من الصبح لحد الساعه 5. هي دراسته من الصبح للساعه 5، هو في مبيت بس انا ما اقدرش ابني ينام بعيد عنه. تمام. فكنت باجي اقعد معاه وبعدين اخده معايا وامشي. خدت بال حضرتك؟ فقلت لا لازم استنفع بالوقت الفاضي ده كله، كده اصلا الظروف ضيقه. كده الظروف ضيقه فلازم ان انا اشتغل، وكده كده كنت عايزه اشتغل. فقلت تليفون لا يعني معلش مزاج. خدت بال حضرتك؟ فقلت بقى اشوف شغل جنبه. فزي ما تقول كده عملت دراسه جدوى للشارع ايه اللي الشارع ناقصه. الشارع رحت رايح جاي كده كذا مره لقيت ان ما فيهوش سمك خالص، فقلت بس الحل الوحيد اللي فكرت ما هو ربنا يعني يسرني للامر ده. خدت بال حضرتك؟ بدأت تبيعي سمك؟ معهد ابنك او مدرسه ابنك هو في سنه اولى ابتدائي؟ وهنا ابتدائي واعدادي وثانوي. جميل. خدت بال حضرتك؟ محمد وصل لسنه كام دلوقتي؟ هو دلوقتي في ثالثه كليه علوم القران. ثالثه كليه علوم القران؟ في طنطا. ايوه. تمام. في سبيربيه هنا جنبنا. بس. خلاص بقى يعني كل ما بيكبر مصاريفه بتكبر، لازم بقى نوسع الشغل ونكتر كتر الرزق عشان الرزق يكتر كده يعني. على الجامعه عنده اخباره ايه؟ دراسه؟ لا الحمد لله. ما هو انا بقى ايه؟ ولا البنات؟ لا ما فيهاش بنات، كلهم شيوخ. فيهاش رجاله خالص. فهو هو اشطر ولا اخواته؟ لا هو اشطر من اخواته. تمام. ما هو مفيش حد من اخواته لسه راح كليه، هو الوحيد اللي دخل كليه مع ظروفه كده، بس هو بقى معتمد عليا اعتماد كلي.
لان انا اللي بقعد اذاكر له كل المواد بتاعته. لا بس تكتب. ايوه انا معايا دبلوم زراعه بس انا كان نفسي ابقى مدرسه. بعمل مدرسه عليه. والله حضرتك الحمد لله يعني انا اللي بقعد اشرح له المواد بتاعته كلها. واللي ما بفهمش من حد الا منك انت يا ماما. هو اتعود عليا وتعود على ان انا ازاي بشتغل معاه. كلميني بقى عنه في الجامعه، اخباره ايه في الامتحانات دلوقتي؟ والله هو عنده امتحان النهارده، ادعي له ادعي له ربنا ييسر له اموره. عنده امتحان النهارده. كنت نفسك اغنيه ليه اللي هو حد يكتب له صح كده في الامتحان؟ اه كنت ناشره على الجروب ان هو كنا محتاجين حد يكتب له في الامتحان. والحمد لله يعني الناس ما شاء الله عليهم اتفاعلوا كلهم، وكل يعني اهل الخير كانوا عايزين يجوا يكتبوا له كله. ربنا ييسر لنا الامور. وانت هتعمل ايه؟ ربنا ييسر لنا الامور. وخاله الاول ما كانش فاضي، خد اجازه من شغله وهو اللي بقى راح معاه، قلنا الحمد لله. انت محمد كلميني امتى تكوني ماشيه زعلانه من هنا وانت تكوني فرحانه؟ 20 سنه قدام مدرسه ابني ده طبعا. انا الواحد بيبقى قاعد زعلان لما حاجه الناس تبقى قدامه، انما لما الواحد بيشطب الشغل الحمد لله ببقى مروحه مبسوطه ان ربنا رضاني وربنا رزقني وخلصت حاجه الناس. انت بتفتحي هنا الساعه كام او بتفرشي الساعه كام كده بتمسك؟ والله احنا بنصحى الساعه 6 نروح نجيب حاجتنا، على بال ما بنوصل هنا بتبقى الساعه 10. كل الزبائن عارفه ان انا ميعاد شغلي هنا الساعه 10، من اول الساعه 10. خلص الساعه كام؟ والله هو ده رزق بقى، ساعات اخلص الساعه 1، ساعات اخلص الساعه 5، ساعات الساعه 6 كده يعني، بس اخري يعني 5:30 كده لازم نكون ماشيين من هنا. وخلصتي كل البضاعه؟ اه نكون خلصنا كل البضاعه تمام. بتجيبي شغلك منين؟ انتوا هنا في طنطا الدلتا. ايوه لا ما احنا احنا بنسافر، ممكن نسافر كفر الزيات، كفر الشيخ. بتكتب بترسك؟ لا هم بيجيبوا لنا هنا اجوارنا واحنا بنروح لهم بقى. تمام. بنروح للتجار يعني. بيجيبوا لنا هنا ايه شغلنا، انا باخد اللي انا عايزاه وكل واحد بياخد اللي هو عايزه. والله انا نفسي محمد يتعين عشان نعرف نجوزها، عشان العروسه كده ربنا يهديها وترضى بيه، لانه طبعا يعني مش اي واحده هترضى بواحد ظروفه كده الا اذا كان مثلا متعين. خدت بالك له دخل؟ واحد زي ده هيصرف منين؟ هيصرف منين الا اذا كان متعين؟ يعني الواحد بيجري وبيتعب وبيشقى عشان اعينه، خدت بالك، وبيذاكر وبيعمل دراسات وبيعمل كل حاجه عشان خاطر ان هو يلاقي فرصه عمل في بلده. ان شاء الله ربنا ييسر له امور ويلاقي. ادعي له ادعي له ان احنا نلاقي له فرصه عمل ان هو يشتغل. هو اصلا معاه 3 شهادات، معاه العاليه والقراءات والتجويد غير الكليه، يعني هو معاه 3 شهادات قبل كده. يعني نفسي يتعين حتى بواحده فيهم دلوقتي لحد ما يخلص كليه وبعدين نعمل ايه يعني نضيف زي ما بيعملوا، اصل انا مش موظفه. انا بشكرك يا حضرتك محمد. الله يخليك. الله يخليك ان شاء الله. تسلم يعني يا رب. ان شاء الله ربنا يرزقه بوظيفه كويسه. الله يخليك ويتمم له على خير الدراسه. شكرا جزيلا. شكرا. بشكر المتابعين اليوم السابع زي ما انتم حضرتك ما شفتوا معانا خالته محمد الشهيره بسمكه هنا في طنطا. ام محمد عشان خاطر عيون ابنها الكفيف بيبيع سمك قدام مدرسته والمعهد بتاعه لحد ان وصل الان لكليته ان شاء الله موفق. انا عايز اقول لحضراتكم ان هنا ام محمد او سمكه الشهيره بمنال حب الناس ليها بالدنيا، الناس كلها حباها، الناس ممكن تيجي تنزل وتساعدها من بيوتها عشان تخلص اكل عيشها. زي ما حضراتكم شايفين معانا ده التروسيك بتاعها اللي هي بتتحرك بيه وتشتغل عليه. زي ما انتم شايفين السيدات تنزل تساعدها ساعات في الوقت الفاضي ليهم عشان خاطر ابنها. بشكركم متابعي اليوم السابع، انا معكم هنا عزوز الديب ست مليون راجل ام محمد من طنطا.